حديث. وحينما كنا نقيم حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا ننظر إلى المتن وإلى السند. وها هنا كيف يمكن أن نفرق بين المتن والسند في الحديث الضعيف؟ المتن والسند هما عمدتا الحديث. لا يمكن أن يكون حديث إلا بإسناد ومتن. المتن هو قول النبي أو فعله أو تقريره، هو رأس الحديث. النص. النص. السند هو الطريق الموصل لهذا النص، السلسلة. السلسلة. هذا هو الإسناد. يعني لو جاءنا رجل مثل أبي داود أو النسائي أو الترمذي أو البخاري أو الدارقطني أو البيهقي، هذا الرجل أو هؤلاء ولا واحد منهم رأى النبي عليه صلى الله عليه وسلم، ولا رأى الصحابة، ولا رأى التابعين. رأى من؟ رأى شيخه الذي تقدم عليه لنقل بالحياة بثلاثين أو أربعين سنة. فيسمع منه ويحدثه، وهذا الشيخ كان قد سمع من شيخه، من شيخ، وشيخ كان قد سمع من شيخ من التابعين، والتابعون قد سمعوا من الصحابة، والصحابة سمعوا من رسول الله، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى اتصال الإسناد. هذا الإسناد، وذاك المتن. الحديث لا يمكن أن يقوم إلا بإسناد ومتن. فإذا كان هناك عيب في الإسناد ضعف الحديث من حيث الإسناد، وإذا كان هناك عيب في المتن ضعف الحديث من حيث المتن. طبعا الضعف في الإسناد له صور، والضعف في المتن له صور كذلك.